لساعات وربما طوال النهار. تصطف هذه الصهاريج على منهل المياه في مدينة راجو شمال حلب من أجل الحصول على دور للتعبئة. أبو محمد صاحب صهريج لنقل المياه يقول إن أزمة المياه في المدينة تفاقمت وطالت على السكان بعد توقف ضخ مياه الشبكة الرئيسية عن الأحياء السكنية. وعم نضل أحيانا من 10-12.5 وحدة لنعبي، أحيانا أكثر والله، يعني كثير. وأزمة هلق السيارات أقل من تو الصبح شيء 20 سيارة قدامي لحتى أنا، ولسه ما أجاني الدور. هاي شفت عينك، أنا قدام المنهل يعني ما أجاني. قد عم يوصل الصهريج لأصحابه؟ الصهريج عم يوصل 50-60 ليرة أحيانا، إيه إذا ضخ عالي 60، تحت 50 ليرة، والعالم ما أنا قادرة تدفع هالشيء هذا. شراء المياه وقلة توفرها زادت الأعباء على السكان، وبات بعضهم يترك عمله لفترة طويلة من أجل البحث عن صهريج، كما هو الحال مع أبا هشام الذي يعمل بائعا للخبز ولا يتحمل ترك عمله لساعات طويلة. أنا عم أشتغل هلا بس مشان أشتري مي، يشهد علي الله أترك يشهد علي الله أني أترك الشغل ويبات الخبز ثاني يوم مشان بس روح دور على صهريج مي، وشو وبأجاره، واللي بدي أشتغلهم ثلاثة أيام بدي يحطون أجار مي، وأنا عندي ثلاث أطفال وكل راجل كلها عم تعاني مثل هاي المشكلة، يشهد علي الله. وصار يعني صهريج مي إحنا أقول الآن خمس براميل، بدي أنا بالأسبوع يعني مرتين ثلاثة، حقن كل واحد 30-60 ليرة أضربهم على الشهر هذي بيطلعوا، هلا ما يصير نشتريها. مشاكل المياه مشاكل متكررة في أغلب مناطق عفرين، والتأثير الأكبر يكون على النواحي الكبيرة التي زاد عليها الضغط نتيجة وجود أعداد كبيرة من المهجرين، ما زاد من نسبة الاستهلاك. موجة الجفاف وانخفاض مستوى مياه الآبار وما رافقه من قلة لضخ مياه الشبكة الرئيسية عن الأحياء السكنية للمدينة، عوامل ساهمت بتفاقم هذه الأزمة. ماجد العمر، حلب اليوم، مدينة راجو.